السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. اليوم توصلنا بالأخبار اللي الفرحة اللي فرحت مخصورة وتشفت ويعني وشمتات في سميرة. للأسف بنادم كيبقى يحفر لك الحفرة ومن اللي كيطيحك فيها كيشمت فيك ولكن معرفش أن الدنيا دوارة واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. إخواني قبل ما نخليكم مع هذا الفيديو والأخبار الجديدة لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد وكل أخبار كنزلها في القناة ديالي فضلا وليس أمرا. طبعا وكنرحب بالناس الجدد كلهم والناس القدام دائما فوق راسي. كما قلت لكم إخواني أخواتي مربوحة تشفت مزيان في سميرة من بعد ما خسروها الدار ديالها والاب ديالها تسببوا له في المرض لان الناس الكبار دغيا كيشدوا المرض بسبب الفقصه واي واحد كيوقع شي حاجه للابن ديالو ولا الابنه ديالو اكيد كيتعصب وكيبقى فيه الحال وكيمرض في صحته. لا حسن العوان والله يحفظ لنا والدينا والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب في المرض ديال اي اب وام شي واحد. من بعد ما خرجوها من الدار ديالها هو فرحان وعاد مشى وعجبو الحال ومشى كيشري زعما كومكوالي طابليت على الدراري ديالو وكيبين زعما كاين هو كيبغي ولادو والاب ديالو كينزل داك الدموع التماسيح كما كتعرفوا كيبكي زعما وبقاو فيه وليداتو ملي شافهم بحال شافهم ما عرف كيفاش هما دابا راه حسن ملي كانوا معاه وحسن ملي كانوا عايشين في داك الدوار. الحمد لله الوليدات عاد بان فيهم الضو ودابا ولاو كيدوروا بالمدرسه ديال الوليدات. فلهذا سميرة كتخاف بدلات الدار ولكن ستبدل ليكول بوغ لي زانفون سي زانفون الدراري ديالها خصها تبدل ليهم ليكول ما تخليهمش في داك ليكول اللي هما كيعرفوها. لحقاش الاب ديالهم اليوم شرا ليهم لي طابليط ومشى لعندهم حتى ليكول يقدر ياخذهم من ليكول وهي ما يكونش عندها الخبر ولكن من الاحسن توصي الاساتذه ديال ولادها ما يعطيوش ولادها للاب ديالهم وما يعطيهمش حتى شي واحد في العائله ديال الاب ديالهم. المهم اخواني هما دابا فرحانين من بعد ما خرجوا سميره من البيت ديالها ومن بعد ما تسببوا في المرض للاب ديالها والعائله ديالها كلها شقلبوها سفها على علاها وهما دابا فرحانين وكيشمتوا وكيتشفاو ولكن ان الله مع الصابرين وكما تدين تدان وان الله يمهل ولا يهمل. الله ياخذ الحق في كل شامت وفي كل واحد كيتشفى في خوه المسلم. فكنقول لكم هذا المنبر ما تنساوش راه الدنيا كدور فسعدات لي فعل الخير واللهم عبيد عنا الشميتين يا ربي. ونتمنى ان شاء الله الحياه الاخت سميره تكون حسن من دابا الله يصلح لها امورها والله يفرحها بوليداتها والله يبعد عليها بنادم كحل راسها. كان نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد واخبار جديده مع السلامه.